بسم الله. Peace be upon you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبائي طلاب الصف الخامس الابتدائي مدرسة أنجال الصفوة الابتدائية. إن شاء الله درس اليوم اللي هو بيتكلم عن story time. طبعا ما زلنا لسه في module 3 unit 3 اللي هي الوحدة الثالثة. اليوم هناخد story time يا شباب. والستوري تايم ده بيكون معايا في الكتاب page 40 and 41، صفحة 40 وصفحة 41. بسرعة علشان الدرس طويل اليوم، فقبل عايزين نخلصه قبل العشر دقايق ما يخلصوا. شوف بيتكلم هنا، ده درس الريدنج، بيقول لي where is the monkey، أين القرد. Look and listen، look and listen. بيقول لي هنا where is the monkey. Picture number one، they are at the zoo، هم في حديقة الحيوان. طبعا انا عندي هنا مستر، وعندي في هنا فاميليا، وفي عندي هنا زو كيبر، وهنا مونكي، وده كيج، وفي هنا لايون. لو طلعت شوف هنا لايون. اوكي، بقول لي هالو اي ام مستر عبد الله. الو هالو اي ام توم، اي ام زو كيبر. زو كيبر اللي هو حد اللي هو بينظف او العامل اللي شغال في حديقه الحيوان. طبعا هنا لو احنا شايفين هنلاقيها جنب المدرسه. فبقول له دو يو فيد ذا انيمالز، هل انت بتطعم الحيوانات؟ قال له نو اي دونت، يبقى الزو كيبر ده ما بيطعمش الحيوانات. ايش بيسوي؟ قال له بات اي كلين ذير كيجز ان ذا مورنينج، هير از ذا مونكي، بات وير از ذا مونكي، ميك ميك. طبعا يعني اللي هو بينادى على القرد، يعني اين القرد. بيكشر نمبر 3. طبعا مستر عبد الله راح المدرسه وبدا يكلم الاولاد على المونكي. بول مونكيز هاف جوت لونج تيلز، لها زيلون طويل. فبقول لي دو مونكيز ايت ميت؟ قال له نو ذي دونت ايت ميت، ذي ايت فروت، هم ياكلون الفواكه لا ياكلون اللحوم. قال له واو لوك. طبعا هم قاعدين في الفصل بيطلعوا كده من الويندو، لو فيه عندي لو عندي قرد على الشجره، ده طبعا القرد ميك. طبعا هم بيلعبوا بره. بقول لي ليتر لوك ات ذا مونكي، ات كان كلايم ذا تري. طبعا اعطاهم الكره فقال له ثانك يو مونكي، جو باك تو ذا زو ناو، ارجع الى الحديقه الان. طبعا ميك يو ار باك، انت رجعت، ات از دينر تايم، ممكن نقول ات از او نقول اتس دينر تايم، الاثنين صح. وي هاف جود بانانز، وي هاف جود بانانز فور ذا مونكي. طيب بعد ما سمعنا الشباب الكونفرزيشن اللي هي بين المستر عبد الله وبين الاولاد، او بين الدو كيبر والولد. طبعا الكلام هنا كله بيتكلم عن البريزنت سيمبل اللي هو دو وداز، وعرفنا ان البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط ده بيكون الفيرب 1 التصريف الاول للفعل، بنحط للفعل بنضيف اي اس او اي اس للفعل لما يكون عندي هي او شي او ات. يعني نقول هي فيدز، ممكن نقول شي كوكس، او اي او ذي لا او احمد واكس. لكن الاي والوي واليو والذي والجمع يجي الفعل بدون اس، نقول اي فيد او ذي فيد او وي فيد وهكذا. لو انا هرجع يعني هروح كده لحاجه بيتكلم عن الدو والدز يا اولاد، احنا اخذنا دو ودز، قال لك ان الدو بتيجي معاها الاي واليو والوي والذي. اقول لك دو يو بلاي فوتبول، دز هي او شي او ات. اهو زي ده شي بلاي فوتبول، يبقى الدو بيجي مع قد منها الاي والوي واليو والذي، والداز مع الهي والشي والات، وبعدين نحط كويشن مارك في نهايه الجمله. طيب دي كده، قال لك لا لسه في حاجه ثانيه كمان، بيقول ان بعد دو وداز لازم يجي الفيرب في المصدر يعني بدون اس، حتى لو انت عندك الفعل، لو عندك الفعل هي، يعني هنا اقول داز هي بلاي، لو انا شلت داز اقول هي بلايز، احط داز اقول داز هي بلاي. دو يو بلاي فوتبول؟ Does she play? Does he play football? لما أنا جاوب على السؤال الأول Do you play football? تقول Yes I do or No I don't. Does he play football? تقول Yes he does or No he doesn't. طيب بالنسبة للنفي، قال لك في don't و doesn't، بنستخدم don't و doesn't علشان نعمل نيجاتيف، إن إحنا ننفي الجملة في present simple في زمن المضارع البسيط. إمتى نجيب don't و إمتى نجيب doesn't؟ قال لك إن الـ I والـ we والـ you والـ they يجي بعد منها don't، الهي والشي والايت يجي بعد منها doesn't، وبعدين نجيب الفيرب اللي هو جو وانت لايك اي فعل. اقول لك اي دونت جو، وي دونت جو، ذي دونت جو، او اقول هي doesn't لايك او شي doesn't لايك. امثله عندي اهو افيرماتيف يعني المثبت. اقول لك يو سبيك انجلش، النيجاتيف يو دونت سبيك انجلش،
طيب نجيب جملة فيها هي هي سبيكس انجلش، حط هنا اس لكن فوق مع اليو ما حطناش اس. لما جينا في النيجاتيف نقول هي دازنت سبيك انجلش ونكمل الجملة لو في تكملة. اوكي ما ينفعش نقول اي نو ليف لان النو لا تدخل على الافعال وانما تدخل على الاسماء، لكن اقول اي دونت ليف ان جابان. شي هاز ا كات، شي دازنت هاف، لا هاز لا، نقول شي دازنت هاف لان المصدر التصريف الاول او المصدر حق هاز بيكون هاف. ده بالنسبة لدونت ودازنت يا شباب. نرجع تاني نروح للكتاب حقنا. خلاص كده قرأنا وعرفنا امتى نستخدم دونت وامتى نستخدم دازنت او داز او دو. تعال نروح هنا بيقول لي مستر عبد الله از ا زو كيبر نو، يبقى هنا نو لا هو تيتشر. توم فيد ذا انيمالز نو لا هو كلين ليس فيد، كلين ذا كيجز. توم كلينز ذا كيجز ان ذا مورنينج يس اوكي. Monkeys don't eat meat, but they don't bathe, but they eat fruit. Yes. The monkey can climb the tree. Yeah. The children have got vegetables for the monkey. لا. إيش معهم؟ Bananas. بهنا نو. نروح على كتاب النشاط. Icon page 106. بيقول لي هنا بيقول لي هنا read the story again in the student's book on pages 40 and 41. اقرا القطعة تاني، القصة اللي كانت موجودة في صفحة 40 و41 ونجاوب على سؤال. Does Tom feed the animals? No, he doesn't. Does Tom clean their cages? هو بينظفهم؟ Yes, he does. Do monkeys eat meat? Yes. No, they don't. عشان هنا monkeys نقول no they don't. Do monkeys eat fruit? Yes they do. عشان do نسمع monkeys مع الجام. Can the monkey climb the tree? Yeah. Yes it can. عشان هو مفرد، لما هو مفرد نحط it، لما كان جام نحط they. Have the children got bananas for the monkey? Yes they have. Okay. يبقى لما نيجي نسأل بدو الإجابة هتكون yes أو no do don't و does و do، يبقى yes ونحط الفاعل do أو no ويا الفاعل و don't. لو هسأل بdoes هقول yes والفاعل و does أو no والفاعل و doesn't. وعرفنا امتى نسأل بده وامتى نسأل بده. طبعا هنا do you like the story choose and color، انت حبيت القصة تقول لي اختار وجه من ده يعبر عن شعورك لما قرأت القصة وتلونه. وبكده يكون انتهينا بدرسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.